المرشحين وهو فلوس، المرشح اللي هو بيتكلم عليه مرشح في حزب المصريين الأحرار مستقل. فاحنا برضو هو ما زلنا لسه بنحاول نتاكد من قلت له نتاكد معلومه من المعلومه ونشوف، واحنا هنرجع نتابع معاك تاني. واضح ان الموضوع بدا يسخن في اخر مرحله، ولسه بنشوف الاعاده بتاعت المرحله الاولى هيحصل فيها ايه. احنا هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني، التغطيه مستمره لسه معاكم.